توجيه جلالته لنا اليوم جميعا كخدام للدولة في أن نهتم بالفئات التي لم يصل لها بعد النصيب المفروض من التنمية، أعتقد أنه توجه أساسي. بالإضافة إلى أن جلالة الملك اليوم تكلم كرئيس دولة منفتحة على مساعدة الدول الأخرى، سواء في المجال الاقتصادي من خلال تعريف والسماح بالاستفادة من نموذجنا الاقتصادي، أو من خلال التعريف والسماح بنموذجنا الديني الأساسي الذي بفضل الله سبحانه وتعالى وبه يعني تيسر يعني الوضع الذي نعيش فيه في محيط مضطرب من الأمن والاستقرار. وأخيرا جلالة الملك أكد على ثوابتنا، وأننا يعني هذه القضية الأساسية التي هي قضية صحرائنا هي قضية لا بد أن يستمر المغاربة جميعا في الوفاء لمقتضياتها والعهد الذي يعني في رقابنا جميعا، لا نتنازل عن يعني حبة رمل واحدة منها. فحفظ الله جلالة الملك وزاده من توفيقه.